روح بقى للكبير الكبير قوي الجده. الجده بقى ام العيله دي كلها، ام عيله دانون. ازاي شايفه نجم الاهلي وتالقه جده بدر بنون؟ جدته من الاب ولا من الام؟ لا من الاب. اب انت اللي ربيتيني؟ انا ربيت الاولاد كبار وصغار وحبيبي كل شيء، كان من الجيران ربيتهم كامل، انا يا كبيره فيهم من الشام. انت البركه. الحمد لله الحمد لله، بركه من عند ربي. عاوزه تقول ايه لبدر؟ نعم الله يرضي عليه، الله يفرش برده ويغطيه به، هو قديم من اللي يخدم يعطيني انا، الله يعطيه الخير، الله يعطيه الرزق، يعطيه صحيحته مع وليداته، الله يعاونه هو وليده ومرته والعائله كامله، ومشان تما كان اهلي نشكرهم بزاف 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 اللي استقبلوا لي، الله يرضي عليهم الجميع، يا الجمهور يا كل واحد، يا الكويري يا كل شيء، الله يرضي عليهم ويغطيهم برده ويفرشهم برده، وانتم الله يعاونكم اوليدي، وشكرا على هذا الشيء اللي جيتوا تشوفونا وساعدونا وساعدوكم. نفرح البركه الجده، وهي تعلن الرضا عنه وبتلخص بقى الامور البسيطه، دايما بيديني فلوس وبيسال عليا وحنين. لكن انا ليه قلت لكم نرجع، بس نرجع لاخوه، لان لو لاحظت حضراتكم الفيديو اتقطع مره واحده، اتقطع ليه؟ لان اخوه وهو يقول انه بيشكر الاهلي وجماهير الاهلي على دعمهم لبدر، قالها وقد يعني ترغرغت عيون بالدموع شويه، فيعني زميلنا عزيز ترفق بيه يعني.